صدمة، صور بالأقمار الصناعية لسد النهضة وتحذيرات مصرية، ومفاجأة وبيان من تركيا عن عملية التطبيع مع مصر، وبيان ناري من الرئيس السيسي على مقتل رئيس تشاد، وكيف سيتم معاملة الليبيين في المستشفيات المصرية. نكشف لحضراتكم عن مفاجأة وإعلان من مصطفى مدبولي حول العمالة المصرية في ليبيا. وكل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيان ناري من الرئيس السيسي على مقتل رئيس تشاد. الرئيس السيسي علق على مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي بسبب إصابته على جبهة القتال ده خلال اشتباكات. ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، الرئيس السيسي قال: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الإفريقية في مواجهة التحديات المختلفة. الرئيس السيسي تابع وقال: داعيا الله عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنيا كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم. وكان التلفزيون التشادي قد أعلن مقتل الرئيس إدريس ديبي بسبب إصابته على جبهة القتال، حيث نقلت وسائل إعلام محلية قولها: مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال اشتباكات. وقال المتحدث الجنرال عزم برا موندوا في بيان عبر التلفزيون في تشاد أن رئيس الجمهورية إدريس ديبي لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة، وأضاف: نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة الرئيس. المصدر معانا كان من RT، إن شاء الله يعني ربنا يرحمه بواسع رحمته، ونتمنى إن شاء الله التقدم لدولة تشاد الصديقة. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على تفاصيل الخبر التالي. انتقل لخبر آخر معانا، وصدمة، صور بالأقمار الصناعية لسد النهضة وتحذيرات مصرية. أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي كشف عن صور بالأقمار الصناعية بتأكد استعدادات إثيوبيا لعملية ملء سد النهضة، وهذا يعني الملء الثاني، وده طبعا رغم التحذيرات المصرية. والخبير المصري قال على الفيسبوك، على صفحته يعني على الفيسبوك: تجفيف الممر الأوسط أظهرت الصور الفضائية توقف عبور المياه من أعلى الممر الأوسط واندفاعها من البوابتين العلويتين فقط، وهذا معناه بدء جفاف الممر الأوسط تمهيدا لرمي الخرسانة وتعليته إلى مستوى 595 مترا فوق سطح البحر، 30 مترا جديدا لتخزين إجمالي 18.5 مليار متر مكعب في يوليو القادم. وتابع وقال: تبلغ كمية الخرسانة للوصول إلى هذا المستوى حوالي 450 ألف متر مكعب، يمكن صبها في حوالي شهر من الآن في حالة العمل ليلا ونهارا. وأكد وقال: بدأت إثيوبيا في فتح أحد البوابتين يوم 14 أبريل 2020، ثم البوابة الثانية بعدها بثلاثة أيام، ومن المتوقع البدء في وضع الخرسانة قريبا. وقال: تتصرف إثيوبيا بطريقة أحادية مخالفة بذلك الاتفاقيات السابقة، وآخرها إعلان مبادئ سد النهضة وتوصيات لقاء القمة المصغرة في 26 يونيو 2020، حيث أخطرت مصر والسودان مجلس الأمن بآخر تطورات سد النهضة، وفي نفس الوقت تقوم الخارجية المصرية بإطلاع بعض الدول الإفريقية بالتجاوزات الإثيوبية. وطبعا زي ما شفنا وزير الخارجية المصري يعني زار وبيزور كذا دولة إفريقية عشان
يوريهم مدى التصرفات الأحادية الإثيوبية وصلت لحد فين، ويعني مدى خطورة الأمر، وده هيأثر زي ما الرئيس السيسي هيأثر على استقرار وأمن المنطقة. يعني نتمنى إن شاء الله إن الموضوع يتحل يعني بطريقة حسب يعني ما الخبراء يشوفوا موضوع سد النهضة يتحل إزاي من غير ما يأثر على مصر والسودان، أو انتهاء موضوع سد النهضة ده للأبد ونقفل صفحته، لأن يعني احنا اتكلمنا عليه كتير ونشرنا أخبار عليه كتير. ننتقل لخبر آخر معانا، ومفاجأة وبيان من تركيا عن عملية تطبيع مع مصر. وزير الخارجية التركي اللي اسمه مولود شاووش أغلو أكد على استمرار خطوات تطبيع العلاقات مع مصر، وأعلن عن لقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية للبلدين في بداية مايو المقبل. وشاووش أغلو قال خلال مقابلة تلفزيونية على قناة خبر ترك التركية إنه تقرر مواصلة العلاقات بين مصر وتركيا على مستوى وزارتي الخارجية. وتشاووش أغلو لفت إلى أن اللقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية التركي والمصري في الأسبوع الأول من مايو المقبل، وقال إنه سيلتقي لاحقا بالوزير الخارجية سامح شكري ليبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل. يأتي تصريح وزير الخارجية التركي تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في علاقات بين مصر وتركيا. وحضراتكم عارفين يعني ان العلاقات بين مصر وتركيا في أزمة من عام 2013 بعد ما الجيش المصري عزل مرسي القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية، وده طبعا كان بمطلب شعبي، ولكن تركيا كانت ترى أنه انقلاب، ونحن كشعب مصر نراه كان مطلب شعبي، وقامت ثورة 30 يونيو على هذا الأساس. والشهر الماضي أعلنت تركيا استئناف اتصالات دبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية بتخفيف النبرة تجاه السلطات في مصر. وبدأت مصر وتركيا محادثات بعيدة عن وسائل الإعلام حول تطبيع العلاقات، لكن بعض المصادر قالت إن مصر علقت هذه الاتصالات حتى إشعارا آخر بسبب بطء سحب تركيا المرتزقة من ليبيا. المصدر معانا كان من الأناضول، وأترك لحضراتكم التعليق. وهل أنتم شايفين يعني أن مصر وتركيا هيبقى في بينهم علاقات في المستقبل؟ يعني حتى لو في علاقات هتكون قوية أو ضعيفة؟ طبعا أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر مهم معانا، وكيف سيتم معاملة الليبيين في المستشفيات المصرية؟ نكشف الآن لحضراتكم بالتفاصيل. ووزيرة الصحة المصرية أعلنت إن مصر ستصدر قرارا يقضي بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. وهالة زايد قالت في حديث عبر التلفزيون إن التعاون بين مصر وليبيا سيشهد طفرات في الفترات المقبلة. وكان قد وقع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الليبي وكان قد وقع رئيس مجلس الوزراء المصري ونظيره الليبي رئيس الوزراء الليبي على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وليبيا في مجالات مختلفة. ومن بين البروتوكولات التي تم توقيعها بروتوكول تعاون في قطاع الصحة ودعم قطاع الصحة في ليبيا، وإعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة في تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية في ليبيا، ومساعدة القطاع الطبي في ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج للوباء. المصدر معانا كان من RT، ويعني خطوة جيدة في العلاقات بين مصر وليبيا يعني نشهدها الآن. إن شاء الله نتمنى أن يكون في المزيد والمزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبر آخر معانا عن العلاقات المصرية الليبية وإعلام مصطفى مدبولي حول العمالة المصرية في ليبيا. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن أنه من ضمن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية. وفي مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد رئيس الوزراء، قال مدبولي إنه تم التوافق على أن تكون ها
هذه العودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبي. وكان مصطفى مدبولي أعلن في وقت سابق بدء استقبال مطار القاهرة الدولي للرحلات القادمة من كل المدن الليبية. المصدر معانا كامل المصري اليوم، ويعني دي خطوة جيدة أخرى بين مصر وليبيا. ننتقل لخبر آخر وتفاصيل إنشاء جامعة جديدة في ليبيا. رئيس الوزراء المصري أعلن أنه سيتم إنشاء جامعة مصرية في أحد المدن الليبية التي ستختارها الحكومة الليبية. رئيس الوزراء أضاف وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي في العاصمة طرابلس إن مصر ستساعد في إنشاء مستشفى في طرابلس بجانب إرسال قوافل طبية إلى ليبيا لمساعدة الشعب الليبي. ورئيس الوزراء المصري تابع وقال زيارة اليوم هي زيارة تاريخية بكل المقاييس، وتساهم في تعزيز العلاقات القوية والطيبة بين مصر وليبيا التي تدوم لقيام الساعة، حيث إن مصر هي عمق لليبيا وليبيا هي عمق لمصر. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد ازدهار في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين شعب مصر وليبيا، بجانب تأكيد مصر على الدعم السياسي للحكومة الليبية. مصطفى مدبولي أضاف وقال مصر كلها تقف بجانب ليبيا لتنفيذ خارطة الطريق في ليبيا، موجها حديثه لرئيس وزراء ليبيا، وقال نشكركم على كرم الضيافة والاستقبال. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان شعب مصر وليبيا من الشعوب العظيمة جدا، ونتمنى ان شاء الله التقدم والازدهار الاقتصادي والسياسي بين مصر وليبيا، ونتمنى لكل الدول العربية انها تكون في احسن حال بإذن الله. وتحيا مصر. والمصدر معانا كان من اليوم السابع. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله. ده كان آخر فيديو النهاردة من الأخبار المنشورة لحضراتكم. إن شاء الله انتظروني بكرة. وكان معكم من عبد لله الفقير إسلام الأمير على صفحتكم مصر ميديا اي اي بي، وقناة اليوتيوب باسم مصر ميديا اي اي بي، على الفيسبوك ممكن بس الاسم يكون متغير إسلام الأمير مصر ميديا اي اي بي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.